ام كي عباره عن تيم متكون من 3 اعضاء اللي هو برير وكرار ومهدي. شركه البي ام كي انجزت الكثير من المشاريع البرمجيه، خاصه مشاريع تخرج طلاب البكالوريوس بمختلف اللغات، منها لغات التطبيقات الحاسبه اللي هي الفيجوال بيسك والسي شارب والفوم بلدر التابع لشركه اوراكل، وايضا قمنا بمشاريع مشاريع خاصه بالويب منها بلغات مختلفه ايضا الاي اس بي دوت نت والبي اتش بي بيور والبي اتش بي وذ فريم ورك لارافل، وايضا تطبيقات الموبايل اللي هو الاندرويد لغه الكوتلين وايضا الاي او اس بلغه السويفت. السلام عليكم، انا برير عبد الوهاب، خريج جامعه تكنولوجيا قسم علوم الحاسوب. انا احد اعضاء البي ام كي، شركتنا مختصه بالبرمجه والحلول التقنيه. طبعا انا مختص ببرمجه تطبيقات الابل الاي او اس بلغه سويفت. السلام عليكم، انا مهدي عدنان، خريج جامعه تكنولوجيا قسم علوم حاسوبات. انا احد اعضاء البي ام كي، مختص ببرمجه المواقع الالكترونيه بمختلف اللغات منها اي اس بي دوت نت بي اتش بي بيور ان بي اتش بي وذ فريم ورك اللي هي اللارافل. السلام عليكم، انا كرار حسن، خريج جامعه تكنولوجيا قسم علوم حاسوبات. انا احد اعضاء البي ام كي، مختص برمجه التطبيقات الموبايل الاندرويد سواء كانت لغه الجافا او الكوتلين.